السلام عليكم. اليوم كجماهير للمنتخب شاهدنا الكلاسيكو، شاهدنا الدربي التونسي، رغم انه المقابله تلعبت في المانيا بين كولن يونيون برلين بين عيسى العيدوني الياس الصخيري. المقابله اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. شخصيا كل مره نزيد نتاكد اكثر انه الجماهير التونسيه ما تعطش اللاعب تونسي يلعب في فريق كبير في اوروبا باش تشاهده باش تتفرج فيه. كل مره نزيد نتاكد اكثر حب الجماهير التونسيه اللاعبين الدوليين اللي ينشطوا في اوروبا، لانه الجماهير التونسيه مستعده باش تسلم في فرجه في مان سيتي، في مان يونايتد، في ليفربول، في ريال مدريد، في برشلونه. الجماهير التونسيه اللي مستعده باش تسلم في مقابله فيها 7 و8 اهداف. هذا الكل علاش؟ هذا الكل باش تتفرج في يونيون برلين اللي انهزم الجمعه اللي فاتت امام بايرن ميونخ 4-0. هذا الكل علاش؟ باش تتفرج في كولن اللي يلعب في وسط الترتيب. لكن تصور الجماهير التونسية مبتغاها لا كولن لا يونيون برلين، الجماهير التونسية مبتغاها عيسى العيدوني الياس الصخيري. لذا قبل ما نقوله برافو عيسى العيدوني الياس الصخيري اللي شرفونا اليوم، يزلنا نقوله برافو للجماهير التونسية اللي تساند وتدز في لعبينا أو مع لعبينا الدوليين. الجماهير التونسية وقت اللي تبدأ تتفرج في لعبينا الدوليين راهي بالنسبة لها المقابلة ما فيهاش 90 دقيقة، لأنه كل مقابلة وقتها. ثم مقابلة فيها 40 دقيقة، ثم مقابلة فيها 60-70، وثم مقابلة فيها 90 دقيقة. الجماهير التونسية بالنسبة لها تنتهي المقابلة مباشرة بعد ما يخرج لاعب من لاعبينا الدوليين. وقت اللي نبداو نتفرجوا في المقابلة يونيون برلين ولا فريق آخر، عبارة مولودين في برلين، عبارة نشجعوا في يونيون برلين أب عن جد. العيدوني يخرج من هنا تك، عبارة ما كناش نتفرجوا في مقابلة بتاع كرة قدم، عبارة ما كناش نتفرجوا في يونيون برلين، عبارة بدلنا نلقاو نسمة الصباح اللي كانوا يجيبوا فيها قبل في حنبعل. بتبيعها ماكش تتفرج فيها باش تتبدل تشوف حاجة أخرى هكا بالضبط بعد ما يخرج عيسى العيدوني أو لاعب من لاعبينا الدوليين. لذا نعاودها مرة أخرى برافو الجماهيرنا التونسية. نرجعوا للمقابلة الصخيري عيسى العيدوني، الزوز بداوا المقابلة من الأول. عيسى العيدوني خرج في دقيقة 81 في المقابلة، الياس الصخيري كمل مقابلة كاملة. بالنسبة للأرقام اللي تحصلوا عليها، عيسى العيدوني الترقيم متاعه أو المعدل متاعه كان بين وبين، كان بين تقريبا 6.2 إلى 6.5، وفي الأخير تحصل على معدل 6.4. لكن الياس الصخيري اللي كان المعدل متاعه بين 6.7 و7.5، وفي الأخير تحصل على معدل 7.2. اليوم صحيح المقابلة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 بين كولن يونيون برلين، لكن اللي شاهد المقابلة يعرف ويفهم أنه اليوم الياس الصخيري فاز على عيسى العيدوني فنيا تكتيكيا ومستوى اللي قدمه على طول ردهات المقابلة، وهذا أمر عادي جدا وراه مش عيب. اليوم عيسى أو الياس الصخيري عفوا عبارة عن اللوجيست اللي كارف إذنية، يعرف وين موجودة الدودان، يعرف وين مركشين الرادار. اليوم كيف كيف الياس الصخيري كارف البوندسليغا. اليوم نشوفوا الياس الصخيري بالرسمي فنان، ملاعب يركز، ملاعب وقت اللي تجيه الكورة عارف ايش باش يعمل بها، على عكس عيسى العيدوني اللي نوعا ما من مقابلة انه مقابلة نحسوا الفارق الكبير اللي كان يلعب فيه بين الدوري المجري والدوري اللي يلعب فيه حاليا واللي هو البوندسليغا، دوري من بين الدوريات الخمسة الكبرى. لذا يلزموا شوية وقت، وهذا رو مش دليل انه عيسى العيدوني قدم مقابلة سيئة، لكن كيف ما قلنا عيسى العيدوني يلزمه شوية وقت باش يتأقلم اكثر مع الدوري الالماني، لانه الريتم اللي كان يلعب فيه بصراحة بعيد برشا على الريتم المتواجد فيه حاليا. اليوم عيسى العيدوني في يونيون برلين راه ما عندوش مشكل دفاعيا، نعرفوا عيسى العيدوني دفاعيا افضل منه هجومين، وشفنا هذا في المنتخب التونسي ديما بعد كل مقابلة يلعبها نفس الكلام نفس المصطلحات. عيسى العيدوني قلب الأسد، عيسى العيدوني القلب النابض في وسط ميدان المنتخب، عيسى العيدوني اللي تاكلي، عيسى العيدوني اللي فوق في الكورة، عيسى العيدوني اللي يلعب من أجل المريول، عيسى العيدوني لجرينتا، يعني كلها مصطلحات دفاعية. لكن مع فريق يونيون برلين، فريق حاليا متواجد تقريبا في المرتبة الثالثة، فريق يلعب الموسم الحالي من أجل مرتبة تخوله أنه الموسم القادم يلعب في مسابقة إفريقية أو عفوا مسابقة أوروبية، المطلوب من عيسى العيدوني في يونيون برلين الواجب الهجومي. وهجوميا العيدوني مش خايب، لكن ناقص مقارنة بالمستوى اللي قاعد يقدم فيه
في الدفاع، لكن الحاجة اللي تخليني متفائل فيما يخص عيسى العيدوني ومتأكد إنه المقابلات القادمة باش تكون مقابلات محترمة وأكثر من محترمة هجومين بطبيعة، من غير ما نحكيه على الدفاع، لأنه قاعدين نشوفه في عيسى العيدوني حب يعمل في حاجات. العيدوني الباس اللي قاعد يعطي فيها، العيدوني التفكير متاعه الهجومي بصراحة إيجابي، لكن مازالت تنقصه اللمسة الأخيرة. ممكن نتصور داخله في الثقة في النفس، نتصور العيدوني لو ياخو أكثر ثقة في روحه باش يقدم برشا حاجات مزيانة. يقول القائل كيفاش عيسى العيدوني قلب الأسد؟ عيسى العيدوني وك الضربة اللي نعرفوها ضد المنتخب الدنماركي هذا، الكل ما عندوش ثقة في روحه. راهو باش نكونوا واضحين، العيدوني ما قلناش ما عندوش ثقة في روحه، لكن أي لاعب وقت اللي يكون ستار في فريقه وينتقل لفريق آخر وينتقل لمستوى آخر يلزم يقدم مقابلة كبيرة باش ما يخرجش لهنا، راهي الثقة في النفس تتمس شوية. عكس الياس الصخيري، ريتو الياس الصخيري في كولن عبارة على ميسي في برشلونة، عبارة على رونالدو في ريال مدريد، ما يتمسش. أنتو شابل ملاعبي حتى كي قدم مقابلة متوسطة ما يخرجش. هذا الكل يخلي الياس الصخيري ياخو ثقة في روحه. الياس الصخيري حتى كي يحب يعمل حاجة يعملها على خاطر ما يقعدش يفكر. على عكس عيسى العيدوني ثم كونكيرونس كبيرة في فريق يونيون برلين. عيسى العيدوني يلزم يقدم مقابلة محترمة باش ما يخرجش، يقدم مقابلة متوسطة مباشرة يخرج. ممكن هذه النقطة اللي تمس من عيسى العيدوني، وإن شاء الله في المقابلات القادمة عيسى العيدوني باش ياخذ ثقة أكثر في روحه وباش يقدم مقابلات محترمة. عاود نقولوا العيدوني راه مش معناه اليوم قدم مقابلة متوسطة ولا مقابلة خايبة. عيدوني اليوم المقابلات تتلعب على الجزئيات بسيطة. نتفكروا اللي شاهد المقابلة شاف الباس بالإكستيريور اللي يعطاها عيسى العيدوني، على غالب المهاجم عرفش يعمل بها. لو العيدوني الباس هذيك اللي اعطاها والمهاجم كمل بها وحط الكرة في الشبكة، اليوم عيسى العيدوني قدم أسيست، اليوم عيسى العيدوني ممكن يكمل مقابلة كاملة، اليوم عيسى العيدوني هو اللي جاب الانتصار، اليوم عيسى العيدوني في عود المعدل اللي تحصل عليه 6.4 من 10 راهو تحصل على 7.5 من 10. يعني جزئيات بسيطة تحكم على اللاعب في المقابلة. في المقابلة الياس الصخيري اليوم واجه عيسى العيدوني، لكن بيني وبين روحي وانا نتفرج في المقابلة نتفرج فيهم كأنهم الزوز يلعبوا فرد فريق بصراحة. الياس الصخيري عيسى العيدوني المردود اللي قاعدين يقدموا فيه مع انديتهم مانيش قاعد نشوف فيه في المنتخب، مش معناها مش قاعدين يقدموا في أداء محترم مع المنتخب التونسي، لا مش هذا كلامي. اليوم نشوف فيه عيسى العيدوني عبارة يلعب إلي، اليوم نشوف في عيسى العيدوني في بعض ردات المقابلة عبارة يلعب اتاكون افون سنتر، عبارة يلعب افون سنتر رأس حربة. نفس الشيء يخص الياس الصخيري. في المنتخب التونسي ما يفوتوش السنتر، في المنتخب التونسي ما نشوفش الياس الصخيري اون بوينت، ما نشوفش الياس الصخيري في الصندوق، هذا الكل ما نشوفوش. ياندرا المشكلة في الملعبية ولا المشكلة في الناخب الوطني جلال القادري؟ لكن أكيد المشكل في جلال القادري، نشوفه فيها من الملعبية، نشوفه في الياس الصخيري يسجل في أهداف، نشوفه في عيسى العيدوني يقدم في تمريرات مفتاح، يقدم في ديزاسيست، نشوفه في الياس الصخيري أو عيسى العيدوني يلعب الهجوم، هذا الكل مش قاعدين نشوفه فيه في المنتخب التونسي. أكيد تعليمات المدرب، التعليمات الدفاعية، المنتخب التونسي على طريقة أتليتيكو مدريد، المنتخب التونسي إيطاليا إفريقيا، المنتخب التونسي يلعب الدفاع، المنتخب التونسي قوي في البلوك. لذلك نسمعوا المصطلحات هذه وكي نسمعوا التعليمات القادري أكيد باش نلقاو الياس الصخيري عيسى العيدوني دفاعيا أكثر منه هجوميا في المنتخب التونسي. والعقلية هذه يلزمها تتبدل لو المنتخب التونسي يحب يتصلح، لو المنتخب التونسي يحب يربح في مقابلات 2 و3 و4 أمام منتخبات محترمة. مانيش نحكيو بطبيعة على موريتانيا ومانيش نحكيو على المنتخبات اللي بطبيعتها تاريخيا نزلين عليها الفترة الأخيرة. لذا إن شاء الله جلال القادر تكون اليوم تفرجت في المقابلة، إن شاء الله جلال القادر تكون تفرجت في المقابلات السابقة للياس الصخيري وعيسى العيدوني وتشوف إيش قاعدين يقدموا هجوميا، لأنه دفاعيا تقريبا نفس المستوى اللي قدموا فيه مع أنديتهم قاعدين يقدموا فيه مع المنتخب التونسي، وهذاك علاش نقولوا عليهم ركائز المنتخب، هذاك علاش نقولوا ملعبية أساسيين في المنتخب التونسي، ملعبية الفترة الحالية أنتو شابل يعني في المستقبل الله أعلم، لكن حاليا ملعبية نحب ولا نكره ما يتمسوش. يا جلال القادري اللي قاعدين يقدموا فيه مع أنديتهم دفاعيا أو عفوا
هجوميا نحبوا نشوفوهم على المنتخب التونسي. راهي المشكله مش مشكله الملعبيه هنا قاعدين نشوفوا فيهم، المشكله في التعليمات متاعك انت، المشكله في القرارات اللي قاعد تاخذ فيها، المشكله في العقليه متاعك ما تنجمش تطور. لذاها ومدرب كولن ومدرب يونيون برلين جاب لك زوز ملعبيه في طبق تعرفهم، زوز ملعبيه يلعبوا كان الدفاع، تلقاهم زوز ملعبيه يلعبوا دفاع وهجوم. ان شاء الله نشوفوا عيسى العيدوني الياس الصخيري في المنتخب التونسي دفاعيا وفي نفس الوقت هجوميا. حلقتنا اليوم وفات من نجمه كان نقولوا حظ موافق للياس الصخيري، حظ موافق لعيسى العيدوني اللي قدموا اليوم مقابله محترمه. في ختام الحلقه كالعاده البياري مطبخك باش يقول لكم حظ موافق للمنتخب التونسي اللي تستنى فيه مقابله رسميه امام المنتخب الليبي، اول مقابله بعد المونديال 24 مارس 9:30 متاع الليل في ملعب رادس في شهر رمضان الفضيل الكريم. حظ موافق للاعبين الدوليين اللي نشوف الدوريات الاوروبيه وفي الدوري التونسي. وكالعاده في ختام الحلقه البياري مطبخك باش يقول لكم تحيه تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.